صوت السيف المفتوح، نتمنى التوفيق للجميع، وبصوت الزميل عون الهاجري. سلمان خون وراح فريد الخصايل، هو عز الأمه لا غدا بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك اللهم نستعين، ومنك يا الله نطلب السداد والتوفيق والنجاح يا رب العالمين. أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة ومحبة من هنا من جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن العربية الأصيلة لعام 2023. هكذا أيها المتابعون الكرام، أيها الحفل الكريم، نهني ونبارك لجميع الفائزين في أشواطنا السابقة. في هذه اللحظات ينطلق وتنطلق الأماني والطموحات في شوط السيف، السيف الذهبي مع أشواط الحيل وتحديات الحيل. 3 ملايين بالانتظار للفائز والمتوج للفارس في هذا الصباح في شوط ذروة السنام، ومعها مسك الختام. انطلقت الأسماء الحاضرة والمتواجدة بإنجازاتها وبسجلاتها باحثة عن تحقيق هذا الإنجاز وعن هذا السيف. نتابع وتتابعون أن الشعارات تأتي لنا بأسماء حاضرة بكل قوة وبكل شراسة تحضر الأصايل لخوض هذه المعركة في ختام أشواطنا وفي هذا الختام. نعم، هذا شوط المهرجان، هذا شوط المهرجان. نسير بحضراتكم لنتابع وتتابعون هنا الصدارة والبداية والمقدمة. 8 كيلومترات هي الحكاية والرواية الحاضرة التي سترويها لنا الأصايل، سترويها لنا الأسماء. هنا مقدمة الشوط والصدارة والبداية مع أول الأسماء المندفعة. هنا هجن الرئاسة مع بشاير مع مقدمة الشوط ومع الصدارة الأولى ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري. من يقدم لنا بشاير المتصدرة في هذه اللحظات؟ المركز الثاني من الجانب الآخر حضور وتواجد هجن الشحانية. من تقدم لنا فجاجة على المركز الثاني؟ والمركز الثالث هجن العاصفة. الله يا هذا المشهد، ثلاثية في هذه اللحظات. البداية للرئاسة، وثانيا بالوصافة الشحانية، وثالثا العاصفة. الله على هذه المؤسسات المتقدمة في هذا الشوط المندفعة بهذا الاندفاع الكلي من الاندفاع. تخطيط من أجل اختطاف هذا السيف ومن أجل اختطاف شوط المهرجان. المركز الرابع هجن العاصفة تحضر على المركز الرابع مقدمة لنا رسالة أو الشاهينية. على المركز الرابع والمركز الخامس هجن زعبيل مع الحاضرة ندى والحاضرة هجن الرئاسة تحضر في هذه اللحظات مع تواجد وحضور سمحة محمد بن عتيق بن زيتون المهيرية. والحضور والتواجد والتسلل في هذه اللحظات من سجيل مع هجن الشحانية تحضر في هذه اللحظات سجيل جابر بن سالم بن فاران المري. من يتابع لنا سجيل والقدوم والحضور كذلك من هجن الرئاسة وهجن الشحانية. هكذا هي الأسماء المتقدمة، هكذا هي الأسماء الباحثة الطامحة عن النوماس وعن السيف.
الهدف الذهبي. هكذا هي النتيجة مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء الأفاضل. نعود إلى مقدمة الشوط، إلى الصدارة وإلى البداية. البداية حتى هذه اللحظات رئاسية، رئاسية وحمراء مع مقدمة الشوط. لا زالت الرئاسة مسيطرة مع بداية الشوط، ومع البداية مقدمة لنا بشاير. بشاير بشاير تحتل البداية والصدارة. هجن الرئاسة من تحكم القبضة في هذه اللحظات مع مجريات هذا الشوط. شوط ملتهب يا أخواني. هذا ذروة السلام ومسك الختام. وين السلام بيكون وين؟ ثانيا هجن الشحانية الحاضرة بمؤسستها، الحاضرة بإنجازاتها وطامحة، باحثة وطامحة في هذا الشوط عن السيف. تحضر هجن الشحانية على المركز الثاني من الجانب الآخر لتلازم بشاير. هكذا هي الثنائية، هكذا هي الثنائية في هذه اللحظات. المركز الثالث حضور وتواجد مع سجيل، مع هجن الشحانية على المركز الثالث والمركز الرابع. هجن العاصفة تتحرك، هجن العاصفة على المركز الرابع. تتواجد مقدمة لنا الشاينية وبقيادة غياث الهلالية. من يتابع لنا الشاينية وتواجد الشاينية على المركز الرابع وعلى المركز الخامس هجن العاصفة. هكذا هي الخماسية الماسية، وانتصفت المسافة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. هكذا هي الخماسية المتقدمة في هذا الشوط، لكن البداية والصدارة مشاهدينا الكرام. هجن الشحانية غيرت إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة وإلى البداية مع فجاجة. فجاجة تغير إلى صدارة الشوط بقيادة الشبل سالم بن جابر بن فاران المري. من يتابع لنا فجاجة مع صدارة الشوط ومع مقدمة الشوط ومع الصدارة والبداية الأولى. والمركز الثاني هجن الرئاسة من الجانب الآخر تلازم في هذه اللحظات، تشكل الخطر. هنا باحثة وطامحة، طامحة عن هذا الشوط، عن هذا الشوط بالتحديد. الكل يبحث عن سيف جائزة الملك عبد العزيز. هنا بشاير من تأتي على المركز الثاني من الجانب الآخر. بدأت الأسماء بالظهور، بدأت الأسماء بالاقتراب، بدأت الأصايل بزحف تام وبجينات أصيلة. تحضر في هذه اللحظات ندى، تتواجد ندى. ندى تتقدم من موقع إلى موقع، متسللة من الخامس إلى الرابع إلى الثالث. هجن زعبيل على المركز الثالث وبقيادة راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد المتألق. من يتابع لنا ندى، وهنا الحضور والتواجد مع رسالة. هجن زعبيل بقيادة المتألق. من يتابع لنا ندى ورسالة. وهجن الشحانية مع سجيل على المركز الخامس. الله يا هذا الشوط. نعود إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة وإلى البداية. لا زالت البداية مع فجاجة. من تقود الأسماء، من تتزعم للصفوف الأمامية بحثا عن السيف وعن الانتصار. هجن الرئاسة مع بشاير من الجانب الآخر. هجن الرئاسة على المركز الثاني. من تحت المركز الوصافة وبقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. من يقدم لنا بشاير؟ من القادم؟ وصلت الأسماء المتسللة الحاضرة والمتواجدة. وصلت السرعة الفائقة مع الحيل، بدأت تتسلل الحيل من موقع إلى آخر. وصلت هنا الحاضرة والمتواجدة. رسالة تأتي، رسالة فيها
هذه اللحظات محمل الأمانية والطموحات. هجن شعبيل بدأت تقترب في هذه اللحظات. هجن شعبيل على المركز الثالث والمركز الرابع سجيل. هجن الشحانية بدأت المواجهة الحقيقية، بدأت المواجهة ومن هنا تبدأ المواجهة الحقيقية في لقاء كبير، في لقاء الأصايل، في لقاء نخبة من الأصايل تحضر، تحضر في هذا الصباح. السيف، السيف يا أخواني وين؟ السيف وين؟ لا زالت، لا زالت هجن الشحانية، لا زالت هجن الشحانية تخطيط وتكتيك في هذه اللحظات. فجاجة لا زالت تقود الصفوف الأمامية متزعمة في هذا الشوط. وهجن الرياسة تأتي ثانيا مع بشاير، وهجن زعبيل وسجيل هي القادمة. هل تسجل هذا الإنجاز سجيل أم هنالك رأي آخر للشعارات الحاضرة وللأسماء الأساطير؟ لكن هجن الشحانية بدأت في هذه اللحظات بالظهور مع مقدمة الشوط ومع المركز الثاني. وهجن زعبيل مع رسالة، مع رسالة. الله الله الله. لكن فجاجة، فجاجة لا زالت مسيطرة مع مقدمة الشوط ومع الصدارة والبداية. وصلت رسالة مع الكيلو الأخير، آخر كيلو، آخر كيلو من شوط المهرجان، من شوط المهرجان. ذروة السنام، ذروة السنام. لكن فجاجة لا زالت مع البداية مسيطرة. فجاجة والحاضرة رسالة، رسالة أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة. وصلت هجن الرياسة، أحضرت هجن الرياسة مع التماس. شوط حساس، شوط حساس مليء والله بأجمل إحساس. هنا رسالة وفجاجة والتماس. هجن الرياسة بدأت بالهجوم، بدأت بالهجوم. لكن رسالة، رسالة لازالت مع مقدمة الشوط. هجن شعبيل، هجن شعبيل، هجن شعبيل تأتي بالمفاجأة. وهنا فجاجة والتماس. الله، السيف، السيف وين يا اخواني؟ زعبيل، زعبيل ولا الحضور والتواجد مع التماس. رسالة، رسالة، رسالة تهدية، تهدية أبنائي، أبنائي دولة الإمارات العربية المتحدة هذا النوماس. والسيف، هجن الشحانية تعود. شحاني يا اخواني، شحاني، شحاني. مؤسسة هجر الشحانية تحقق الانجاز عند الرمق الاخير مع فجاج. خاطفة للسيف، خاطفة للنوماس والانتصار. السيف شحاني، السيف شحاني الى دولة قطر. السلام والتحية والاحترام مع فجاج الحاضرة والمتواجدة. هجن الشحانية هنا في هذا الصباح تخطف ذروة السنام ومسك الختام مع فجاجة لمؤسسة هجن الشحانية. والله أدامية عالمية منذ بداية المهرجان وحتى انتهاء هذا المهرجان. خاطفة للسيف، لسيف الملك عبد العزيز. هنا تهانينا وألف مبروك مشاهدينا الكرام. والتهنية، والتهنية لسالم بن جابر بن فاران المري. شوط مليء بالإثارة حتى الرمق الأخير. فجاجة تحقق إنجاز كبير وإنجاز عظيم في هذا الصباح لتخطف السيف والانتصار مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء. المركز الثاني رسالة مع هجن زعبيل، والمركز الثالث المركز الثالث سمحة مع هجن الرياسة، ورابعا رسالة هجن الشحانية، وخامسا الشاهنية هجن العاصفة. مشاهدينا الكرام التوقيت الزمني لحظة وصول فجاجة
12 دقيقة 10 ثواني 48 جزءا من الثواني. تهانينا والنماس لمؤسسة لجنة الشحانية على انتزاعها للسيف الذهبي في هذا الصباح. نماس وانتصار مشرف لهذه المؤسسة الكبيرة. المركز الثاني رسالة هجن زعبيل من أتت وصافة هذا الشوط. 12 دقيقة 10 ثواني 82 جزءا من الثواني. وثالثا سمحة 12 دقيقة 11 ثانية 28 جزءا من الثواني. تهانينا والنماس لهجن الرئاسة. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء تهانينا تهانينا والف مبروك لهجن الشحانية على حصول فجاجة لشوط السيف ولشوط الختام ولشوط ذروة السلام. هكذا مشاهدينا الكرام عشنا واياكم مشاهدينا الكرام اجواء المنافسة والقوة والإثارة طيلة ايام هذا المهرجان وهذا العرس.